المفضلات ديالي ثلاثة الوصفات من أروع وأنجح الوصفات للشعر لسحب لون الشعر. مرحبا بكم عندي. جبت لك ثلاثة الوصفات من أروع وأحسن الوصفات اللي كيسحبوا لون الشعر من الشعر بمواد طبيعية وموجودة في كل بيت. مرحبا بك معايا، خليكي مع الفيديو. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو هادي. والا كنتي حبيبتي اول مره كتشوفيني، معك عالم ناديه ام اسيل للوصفات. اليوم البنات جبت لكم ثلاثه الوصفات، يعني الا ما عندكش هادي غتكون عندك هادي، والا ما عندكش هادي غتكون عندك اكيد هادي، لسحب لون الشعر من الشعر. اولا بغيتي ديري الكيراتين، باش ينجح معك الكيراتين ديري وصفه، ديري وحده من هاد الوصفات باش ينجح معك الكيراتين. المهم الى عجبك الفيديو ديالي ما تنسينيش من لاجيم وتبارطاجيه مع الصحاب والخوت والحباب باش تعم الفائده، وخليكي مع الوصفات. اول مكون عندنا، اول وصفه للغزالات ديالي، عندنا فيتامين سي. فيتامين سي كيتباع في الصيدليه، راه رخيص بزاف، غير هي دابا مع كورونا راه افتقدناه. المهم حبيباتي، هذا الفيتامين سي على الشكل ديالو، على هذا الشكل هذا، اللي هذاك الفوار ما تجيبوش الاخر اللي غير كيتشرب، حيت كاين فيتامين سي اللي كيتشرب وكاين هذا الفوار اللي كديري في الماء كيذوب. كتاخدي ثلاثه الوحدات، انا كنكرر غير هي على حساب لون، على حساب طول الشعر والكثافه ديالو. الا كان شعرك طويل وكثيف، اي وصفه من الوصفات دوبلي المقادير. المهم كدقيهم هكا في مهراز، ولا كديريهم غير في شي زلافه وكدقيهم. من بعد ما كندقهم، ها انت حبيبتي كيوليو على هذا الشكل. انا راه درت بابي الومنيوم لداخل باش ما يلصقش ليا في هذا ديال العود، في المهراز ديال العود. صافي كناخذوا هاد ثلاثه الحبات صافي، وكنديروهم في شي زلافه بحال هكا. المهم بانوا لي باقي ما دقاوش، راه عاود دقيتهم في الزلافه بالايد ديالت المهراز. صافي وكنزيد عليهم هيدن شولدوز. البنات انا ما عنديش هيدن شولدوز، فلهذا درت هذا. نتوما ديروا شامبوان ديال ضد القشره، حيت هذاك شامبوان ديال ضد القشره غزال بزاف بالنسبه لسحب اللون، حيت كيكون فيه النعناع مزيان لسحب اللون. صافي ملي كديروا على الفيتامين سي، شوفوا دغيا كيتفاعل وكيتكاتف. شوفوا التفاعل اللي كيولي عندي في الزلافه، شفتوه كتولي عندي بحال الكريمه. المهم البنات كيف قلت لكم، على حساب طول وكثافه الشعر دوبلي المقادير. ها انتم شوفوا الشكل كيفاش ولا. كيف قلت لكم كديروا على الشعر ديالكم وكتجبدوه مزيان، باش كاع الشعر اللي عندكم يتغلغل فيه مزيان. صافي وكديروا بابي سلفوريزي، اولا كديروا شي ميكا ولا شي بوني. صافي وكديروا الزيف على راسكم وكتخليوه تقريبا ساعتين حتى لثلاثه السوايع. صافي وكتغسلي شعرك، وإلا كان شعرك اسود يعني اكتصابه بالاسود، ديري هاد الوصفه اليوم ودوز يومين وعاوديها باش تنجح معاك، باش حيت عارفين نتوما البنات الاسود راه ما كيتحيدش بسهوله، وكنمشيو لاكبر مراكز ديال التجميل وكيديروا لنا البرودوي شيميك وما كيتحيد غير بزز، يعني وصفه طبيعيه راه خاصك ديريها وتعوديها. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي عندي البنات، وهي كتجيبي زلافه كبيره هكا كتخوي فيها الماء يكون طيب مزيان. شوفوا الماء راه مطلع السبوله ديالته، ها انتم لدرجه ان الكاميرا ضبضبات ياكي، وكديري فيه زلافه اخرى وحده اخرى. وشنو عندي الوصفه الثانيه ساهله البنات بزاف، عندي الصابون البلدي المغربي، الصابون الاسود كيقولوا لي في الدول العربيه الصابون الاسود. هاد الوصفه هادي كيديروها في الدول الخليجيه، كيديروها في المراكز ديال التجميل اللي كيكونوا بالمواد الطبيعيه، وكيديروها لكم تقريبا لمده اربعه المرات، يعني كتجي اليوم وكتجي الغد وكتجي الغد، يعني اربعه المرات كتجي باش كيسحبوا لكم لون الشعر. لان راه كتعرفوا البنات المواد المواد الطبيعيه راه ما فيها لا مواد كيماويه لا والو باش غتسحب لك الشعر، يعني اللون خاصك ديريها وتعوديها. صافي وعندي زبده غير مملحه البنات، يعني اي زبده مارغريت عندكم ديروها، ما تكونش مملحه. كيف كتعرفوا الصابون البلدي راه كينشف الشعر، وانما مع في هذه الوصفه ومع الزبده ما عندكم مناش تخافوا، راه ما غينشف لكم لا شعركم لا حتى شي حاجه، غير هي ما ديريش على فروه الراس، غتبعدي على فروه الراس بسنتيم وتبداي الوصفه ديالتك. كنكونوا متفاهمين البنات باش هكا الصابون البلدي ما يوصلش لكم الفروه ديال الراس وينشف لكم الشعر، وليني كيف قلت لكم مع الزبده راه ما عندكم مناش تخافوا، غير الاحتياط واجب وصافي. صافي وكنحركهم مزيان في حمام مريم
باش شوفوا ما بغيتش نديرو انا في البوطه باش ما نخسرش الفوائد ديال الزبده ولا ديال حتى الصابون البلدي صافي. وكنحركوه مزيان حتى كيذوب معانا مع دابا البرد عرفتي راه ما بغاش يذوب ليا بزاف زعما بقيت كنحرك فيه مزيان باش داب. وهاد الوصفه حتى هي البنات كديروها على شعركم كامل وكتغلغلوها في الزغبه. شوفوا الزغبه راه كتكون عندها حتى هي طبقات، علاش انا كنقول لكم ضاعفوا الكميه الا كان شعركم قوي ولا كان طويل، وجبدوها مزيان بحال كديروا الترطيبه، كتجبدوا شعركم مزيان وكتغلغلوا الشعر ديالكم كامل. يعني اي وصفه خليها تغلغل في شعرك كامل يعني صافي. وكديري السلوفان ولا كديري شيبوني وكتخليها في شعرك ساعتين. بالنسبه كيف قلت لكم اللي عندها شعرها اسود دير هذه الوصفه وتعاود ديرها وتعاود ديرها شي 3 حتى 4 المرات غيتسحب اللون ما غيبقاش نهائيا داك اللون الاسود، وديك الساعه شعرك غتكون مستعد انك تصبغيه باي لون. وكيف كتعرفوا الشعر اللي درتي ليه سحب اللون بالمواد الكيماويه راه كنهلكوه البنات. انا راه كنت ديجا درتو عرفتي راه ولا عندي بحال شعري ولا بحال الكبال، عرفتي شنو هو الكبال كيتفرتت والله البنات حتى كيتفرتت. من تما حلفت ما ندير سحب لون في الصالون ودرت بواحد المبلغ ديال 1500 درهم وفي الاخر رجع شعري بحال الكبال البنات صافي. اشنو درت بقيت خليته بقى كيهبط وكنقطعو حتى حيت داك الشعر كامل. المهم البنات هاد الوصفه هي نفس الطريقه نفس الاستعمال. الوصفه الثالثه البنات غتكون عندي فيها واحد الماده كيماويه اللي بغيتو ديروها، ما بغيتوش ما ديروش هاد الوصفه. هاد الوصفه اختياريه، عندي بيضه كامله. بالنسبه كيف قلت لكم شعركم قوي ديروا جوج بيضات وطويل ديروا 3 البيضات. المهم وغنحركوها مزيان. هاد الوصفه كيف انا كنرجع ناكد هاد الوصفه اختياريه البنات لان فيها ماده كيماويه اختياريه، وانما مع زيت الزيتون ما تخافوش من هاد الوصفه، ومع البيض ما تخافوش صافي. درت بيضه غندير فيها معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، جوج معالق عفوا ديال زيت الزيتون. بالنسبه اللي درتو جوج بيضات ديروا نص كاس ديال زيت الزيتون الا درتو جوج بيضات صافي. وغنخلطوها مزيان حتى كيتخلط معنا داك البيض مع الزيت، وهذا هو اللي هضرت لكم عليه الاكسجين نمره 9. المهم لكم الاختيار. بالنسبه مع البيض والزيت البلديه راه ما تخافوش منه نهائيا، انا كنكرر البنات لانكم نتوما كتحطوا فيا ثقتكم وانا خاصني نكون قد الثقه، فلهذا كنقول لكم مع البيض والزيت البلديه ما تخافوش. كدرت نص القرعه، نتوما الا كان شعركم طويل وكثيف ديروا القرعه كامله في جوج بيضات في نص كاس ديال الزيت البلديه صافي. وكتخلطيها مزيان حتى كتكون عندنا بشكل كريمي، الشكل ديال الكريمه صافي. وكدهنيه على شعرك كامل وكتجبديه مزيان. انا كنرجع ناكد كل وصفه خاصك تجبدي فيها شعرك صافي، وكتدوري ليه السلوفان وكديري شي زيف هكا وكتخلي ما بين ساعتين حتى 3 السوايع. وانا كنرجع نكرر الا كان الشعر كنتي صابغاه بواحد اللون اسود غامق حبيباتي هاد الوصفات كريهم جوج حتى 3 المرات، ما عندهمش الاضرار نهائيين وما عندك مناش تخافي. ها انتم شوفوا الشكل ديالها كيفاش ولا شكل كريمي، شفتوها البنات صافي. وكتطبقي على شعرك. كنتمنى البنات كنتمنى الى عجبكم طبعا الفيديو ديالي توصلوا لاكبر عدد من لي جيم وتبارطاجيوه ليا مع الصحاب والحباب والحباب فضلا وليس امرا الى جات على خاطركم، وإلا بغيتو خصكم نادية تعرف، لان بزاف القنوات كنشوفهم والله ما عندهم محتوى زيرو. وش غنقول لك وعندهم واحد المشاهده كنبقى غير كنشوف كنقول علاش انا من دون الناس، مع اني كنعطي وصفات ناجحه وربي شاهد عليا وحقيقيه وتجربه الناس واللي جربوا وصفاتي كيقولوا لي تبارك الله عليك، وكنشوف قنوات اخرى غير كتخربع وطالع عليهم المشاهده. المهم سمحوا لي طولت عليكم الهضره، ها انتم هادو هما 3 الوصفات. شكرا بزاف على المشاهده وعلى البارطاج للفيديو ديالي. البنات راكم شفتوا الوصفات هما هادو، ها انتم وصفات ناجحه غير هي طريقه الاستعمال ديالتهم كيف قلت لكم في الفيديو. غديرهم على الشعر ديالكم يكون مبلل وغتجبدوهم بحال كديروا الترطيبه للشعر ديالكم هكا غتجبدوهم مزيان. وبالنسبه للمقادير على حسب الكميه ديال الشعر، الا كان شعرك طويل وكثيف دوبلي المقادير صافي. وكديري بابي سلفويزي وكتخلي في شعرك ما بين ساعتين حتى 3 السوايع صافي. وكتغسلي الشعر ديالك
الا درتوها غير مره في كل 3 ايام غادي يسحب لك اللون اللي غيكون عندك في الشعر وغديري لون جديد على شعرك وغتنجح معك الوصفه. وغتكون هذه نهايه الفيديو. والا عجبك طبعا الفيديو كيف قلت لكم في اول فيديو ما تنسيش تبارطاجيه مع الصحاب والخوت والحباب، وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد بوصفه جديده ومع السلامه.